تقييمك اداء المنتخب النهارده؟ المنتخب اللعيبه كلها كانت رجاله الحمد لله، كانت على قدر المسؤوليه اللي احنا كنا حاطينهم عليها. اداء كنا اداء الصراحه الاداء مش زي ما كنا مستنيين. والله اللعيبه كلها رجاله الحمد لله، وان شاء الله يعني في ماتشين تاني نقدر نعوض فيهم الخساره اللي خسرناها النهارده. بس احب اقول لابو جبل واللعيبه كلها 100 100، الله اكبر ما شاء الله عليهم، وان شاء الله نكسبهم يعني في الماتش الذهاب والعوده الجايين كتصفيه كاس العالم ان شاء الله. اكيد طبعا كان نفسي تبقى في مصر والجيل ده ياخد بطوله، بقى لهم فتره ما جاتش مصر الحمد لله. شايف مين النهارده نجم المنتخب في مصر؟ ابو جبل هو نجم المباراه. محمد صلاح هو اللي كويس. لعبنا قدام منتخبات قويه جدا، يعني منتخب كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، لعبنا 120 دقيقه، ورغم الاصابات والانتقادات اللي واجهت المنتخب من كل الجمهور المصري، بس الحمد لله المنتخب رجع بقوه، وان شاء الله نكسب السنغال في تصفيات كاس العالم. نتمنى لهم التوفيق باذن الله، ومش هي دي اخر مطاف، واحنا خدناها 7 مرات ما فرقتش معانا مره، والجاي احسن.